الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، هل من السنة أن يقوم السني بدعوة أهل البدع من الصوفية وغيره من المحاضرة ويقول ما يريد من الضلالات، وعندما أنكر على السني قال هذا فيه المصلحة للدعوة، فهل عمله جائز؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، من الأصول المقررة عند أهل العلم رحمهم الله تعالى وجوب كشف الشبهات التي يلقيها أهل البدع، فإذا كان في دعوة هؤلاء من أهل البدع لمحاضرة سنية فيها وعظ وتذكير لهم وبيان للحق، ثم بعد ذلك يمكنون من إلقاء ما عندهم مما يجدونه في صدورهم من الشبه والضلالات، ثم يتولى عالم من علماء أهل السنة الرد على هذه الضلالات والشبه، فهذا لا بأس ولا حرج فيه إن شاء الله، لأن هذا من باب الحوار الذي يوصل إلى الحق، ومن باب كشف الشبهة وإقامة الحجة وبيان المحجة، حتى تنقطع حجة أهل البدع في أنهم لم يسمعوا الحق، فإن كثيرا من أهل البدع إنما رده عن الرجوع للحق والسير على منهج الصراط المستقيم وجود شبهة تختلج في صدره، لم يجد أحدا يردها أو لم يجد أحدا يكشفها، فإذا ويسر الله عز وجل حضوره لبعض مجالس أهل السنة ومكنوه من إلقاء ما في صدره مما يجده من الشبهة التي أوجبت له ترك الحق ومتابعة الباطل، ثم تولى بعد ذلك أهل السنة الرد عليها، فهذا لا بأس ولا حرج فيه، بل هو من إحقاق الحق ومن إزهاق الباطل ومن بيان الحجة واتضاح المحجة ومن باب إقامة الحجة أيضا عليه. فهذه مجالس يذكر فيها الغافل ويوجه فيها الضال وينبه فيها الجاهل ويعلم فيها الإنسان الذي يحتاج إلى شيء من التعليم، لكن الذي أرى والله أعلم أنه لا ينبغي تمكينه من إلقاء ضلالاته أمام العامة في المحاضرة، وإنما يخص بمجلس خاص خوفا من أن يستمع بعض العوام لهذه الشبه فتستقر في قلبه ولا يكون جوابها من أهل السنة مقنعا لمن استقرت في قلبه، فإذا لا بد من عقد مجالس حوار ونقاش بيننا وبين هؤلاء حتى نستمع منهم ويستمعون منا. فكم من إنسان رجع إلى دائرة أهل السنة والجماعة بعد توفيق الله عز وجل في مثل هذه المجالس. وخلاصة هذه الإجابة أنه لا بأس ولا حرج في حضور أهل البدع لمحاضرات أهل السنة، حتى وإن وجهت لهم دعوات خاصة فهذا لا بأس به، وأما ما يطرحونه من الضلالات والشبه فحبذا أن تكون في مجالس خاصة بعد المحاضرة يجتمع أهل السنة من طلبة العلم والعلماء مع هذا الرجل الذي عنده شيء يختلج في صدره من الشبه والضلالات فيلقيها ويتولى أهل السنة كشفها، ولا ينبغي إلقاؤها أمام العامة من باب سد ذريعة فساد الدين، والله أعلم.